يقول الله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. سبحان الله العظيم، الإنسان بينغر بفترة شبابه، لكن الشباب لا يدوم. الإنسان بينغر بفترة قوته، لكن القوة لا تدوم. الإنسان بينغر بفترة الغنى، ولكن الغنى لا يدوم. لا يدوم للإنسان إلا العمل الصالح والتقوى، وكل شيء ما عدا ذلك سنرحل عنه أو سيرحل عنا. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بأن نعتني بالباقية لا بالفانية، والباقية هي الآخرة والفانية هي هذه الدنيا. نسألك اللهم أن تجعلنا من الذين أخذوا كلا الخيرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين.